يا واتساب عشران جيسبر كيكون هاد النهار داز عليكم موتيفي يكون كلشي ناضج يكون كلشي على خير وبخير كلشي يكون مرتاح يكون كلشي هو هذاك صوت سمحوا لي علاش غبرت عليكم ولكن ماشي واحد الغبره كبيره غير الغبره تاع سيمانو صوت فهاد الفيديو غادي يكون واحد رياكشن على واحد العملاق الهولندي اللي دار ضجه في العالم كامل اللي كيتجاوز الطول ديالو 1.18 والوزن ديالو 155 كيلوغرام وزاد 70 كيلوغرام في 8 سنين. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير ابوني لاخي ما تنساش دير لايك للفيديو باي باي نشوفكم على فيديو تاني. كيفما قلنا سميتو أوليفر ويتشر في 2018 وفيه 155 كيلوغرام وقدر أنه يزيد 70 كيلوغرام في 8 سنين وفي العمر ديالو 29 عام وهو جنسية هولندية. تخيل معايا بدا في عمرو 29 عام والطول ديالو 2.18 والوزن ديالو 155 كيلوغرام عرفتي كي غيبان لك راه حنا نشوفوا الرياكسيون تاع الناس كيما كيشوفوا كيفاش كيديروا. تلاحظ واحد اللعبة اللي اي واحد كيدوز كيبقى يتفرج فيه ما كاينش شي واحد اللي ما كيتفرجش كلشي كيدوز كيبقى لي بابا كلشي كيبغي يشوف كلشي كيقول شكون هذا كيفاش كيف فهمو اللعبة بينه هو بين الناس العاديين شوف الفرق كيفاش وتصور داك الشيء في عقلك يعني الا شفتي اون ديريكت راه جبل ومن بعد كيورينا كيفاش كيعيش الحياة ديالو اليومية هو المشكل كيجيلو هو كيف مين كيبغي يركب في الطوموبيل راه السطر جاي فوالي شوف كي شوف شوف كيفاش جالس يعني راه ما خاصوش ومين كيمشي للطيارة راه خاصو الكراسي القدامين يحيدوهم باش اللي كيشوفو كيبغي يتصور معاه ولاحظوا الفرق ما بين هو والدريات شوفو الدري اللي معاه شوفو الفرق اللي بيناتهم كيفاش داير راه عرفتي كيفاش كيبان ليه راه غول. دابا غادي نمشيو مع لاصون نشوفو كيفاش المعاناة ديالو في لونطرينمون كيفاش زعما واش كيتغني مزيان ولا عادي ولا شوفو كيفاش حنا غادي نمشيو حيت انا اول مرة نشوف هاد الفيديو غنشوفو كامل كيفاش كيتغني. الماشين ديال السكواد ما كاتجيش قدو كاع الماشين ديال السكواد ما كيدخلش فيها يمكن ما فهمتش ما جاش قدو كاع ما فهمتش كيفاش دايرة السيد يلعب يعني يمكن كيبين لك بلي راه كيلعب غير بلي بوالي بغير لي زانتا وكدا حيت ما عندوش لي ماشين اللي غيجيو قدو شوف السكواد كيفاش شوف شوف هاد لا ماشين ديال البريسا كيفاش ما هو كيطلع جاي حتى للتالي وما ما كيدير والو كيتسالى وتجي طوال بزاف على الماشين يعني يمكن كيبين لكم بلي هو كيلعب غير بلي بوالي ما كيلعبش بزاف بلي سؤال عشرة حتى انا كيتسالى فيديو نتاع اليوم جاست يكون عجبكم ولو شوية مهم شوفوا جات هما دعم لعب الرياضي وكيفاش قولوا لي نتوما كيفاش كانت لا رياكسيون ديالكم شفتوا في الكومونتير و الى كنتوا اول مره كتفرجوا كيما قلت لكم مازال تلتحتوا غتبارك على واحد الجرس تاع الاشتراك باش تشجعني يعني اكثر واكثر وشي كومونتير زوين وشي لايك للفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر بيس اي اي